يكشف السر عن اقوى سلاح بالتحديث الجديد. انا فيكم يا اساطير، معكم دراجونوف ورجعت لكم بفيديو جديد. اوكي، هذا اليوتيوبر بيحكي انه لقى سلاح معطوب. يعني شو معطوب؟ يعني سلاح اوفر باور، ما في اقوى منه. خلينا نشوف رايه. السكار، طيب بيختبر دقة السكار. اوكي طيب، الام 4 المطور ليفل 3، اكيد ثابت معروف. بعد شوي بلش يضيع. طيب اذا مش الام 4 ايش لعاد؟ لا هي بضيع. بس الام 60، لا مستحيل الام 60، لا اكيد سلاح ثاني. هو الام 60 بتطور. ومعقول اتطلع ولا طلقة هون هون؟ لا 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 مستحيل، لازم نجربها هاي. معقول الام 60 السلاح اللي طول عمري زابله حطه على الزاوية، معقول بعد التحديث صار لهالدرجة قوي؟ لا انا متأكد انه في اشي غلط. ما رح نعرف الا لما ندخل جيم ونجرب مع بعض هذا السلاح عن جد بضيعش طلق ولا لا. بس قبل هيك خلينا ادخل على ساحة التدريب اشوف معقول بساحة التدريب برضو يصير نفس الاشي. اوكي ثواني، خلينا ندخل هيك بدل الام 60، هاي الام 60. طيب وخليني اجيب قطعة التطوير علشان اطوره واشوف كل ليفل قديش الثبات تبعه. اوكي وين قطعة التطوير؟ هي اوكي هي قطعة التطوير، هات لي 3 قطع. طيب خليني اجرب. اوكي مبدئيا انا عندي الطلق هاي ما بتبين، هاي بتبين بس بفري فاير ماكس. بس على كل حال خلينا اشوف. اوكي هاي بلش يضيع. على فكره الام 60 العادي بيكون شوي ثابت، بس بعديها بشوي بصير يضيع، يعني زي اي سلاح ثاني. خلينا اطور اول ليفل. اوكي هاي هيك صرت مطور ليفل 1. بالله خلينا اشوف كيف الايم تبعه راح يصير. اوكي تقريبا نفس الاشي بس احسن بشوي. لحظة شوي شوف الليفل الثاني. طيب اوكي الله، لحظة شوي لا السلاح جد معطوب. اطلع دقق معي. طلع لما افتح سكوب اطخ فيه شوي، هسه بصير يضيع شوي بس بعدين بطل يضيع على الاخر. طلعوا هسه بضيع، بعدين بطل يضيع. اوه ماي جاد، لا والله شكله عن جد. طب هذا اذا حكي، هذا حكي اذا ليفل 2، طب كيف ليفل 3؟ او لا انا ايه، انا فتحت القدره. اوكي طيب لا هي بضيع شوي. اوه هي يا اخوان لساتني كابس، ما بيضيع بالمره. اوه ماي جاد، لا اذا هذا الكلام معناته الام 6 صار سلاح كثير خطير. اوه ماي جاد، بس الام 6 اللي مطور. لحظه شوي ليكون هذا جليتش بيصير بس بساحه التدريب او في غلط. اوكي ما راح اقدر اتاكد 100% الا لما ندخل جيم، ومش جيم عادي، جيم سولو سكواد، علشان اختبر هذا السلاح هل عن جد بهالقوه ولا لا. فاذا جاهزين ليتس جو. اوكي وهيني نازل جيم علشان اشوف هاي الخرافه، معقول عن جد هذا السلاح اللي طول عمري زابله وطول عمري ما مش معطيه قيمه، معقول عن جد يكون سلاح بالقوة؟ معقول عن جد يكون سلاح خرافي زي ما بيحكي هذاك اليوتيوبر؟ اوكي طيب انا بدي انزل على هاي المنطقة لانه بالغاية هاي المنطقة فيها كثير اسلحة، على امل اني الاقي سلاح الام 60. والله العظيم دائما ما بعرف ليش كل مرة بنزل عشان ادور على سلاح معين ما بلاقي، خلص الخريطة بتنفى وما بلاقي. طيب بدي اي سلاح اسلك حالي فيه؟ اي سلاح. في 3 عندي. سامع صوت واحد حوالي ولا هاد صوتي؟ والله العظيم اتجنيت انا، مش بطلت اميز بين صوتي وبين صوت خصمي. طيب وين الام 60؟ ثواني معقول السلاح يكون معقول السلاح تقدر تشتريه بالماكينات؟ اتوقع انه ما كان موجود بالماكينه، بس يلا مو مشكله. على كل حال بدي اجمع توكينات، بلكي اذا كان بالماكينه اقدر اشتري. طيب حلو يو ام بي. طيب في واحد نازل، في واحد نازل بالمظله لساته. اوكي سيبنا منه. خليني بدي ادور على ام 60. اوكي شكلي راح ابلش معاناه، شكلها معاناتي بلشت، معاناتي مع التدوير على السلاح اللي بدي اياه بلشت، وهسه راح الاقي اسلحه عمري ما شفتها، ولا اني الاقي سلاح الام 60. طيب ما اقول هون يكون في شيء، اوكي هذا بلش يتخطخوا على بعض، ولساتني بدور على سلاح، ما شاء الله، اوكي، طيب يلا بلكي لقيته هون هذا اخر مكان، اذا ما لقيته فيه خلص انا طلع من المكان، والله شكله ما في شيء، والله لو انهم ماسحينه من اللعبه مش هيك يا زلمه، هاي المنطقه من اكثر الاماكن فيها لوت ومش لاقي لوت ودورت بكل مكان مش لاقي. كل سرقة ايزي. هلو اوكي ما اقول يكون هون موجود، يا رب لا مش موجود، بس يلا على الاقل اخذنا ثلجة. حلو اي في واحد هون، هذا اموره ايزي. يلا طولة يا حبيبي، طولة معك يا حبيبي.
اوكي اذا ما لقيت هون احتمال كبير الاقيه بالمارس الكتريك. برضو بالمارس الكتريك في ماكينه برضو عشان اشوف اذا انه موجود فيها ولا موجود ماكينه ولا لا 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 لا, لا في حد في عدوان. اوكي لا 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 هش بتخرب من المسدس. لا يلا يلا اوكي ليتس جو. حلو 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 ممتاز. طيب يلا على المارس الكتريك يلا ليتس جو. اوكي طب لحظه شويه ما شفت بهذا الصندوق. ما كان موجود بهذا الصندوق احتمال يكون بهذا الصندوق. يلا اوكي لا لا اخر واحد عندي. لا ما في شيء والله حرام والله حرام زي لحظه شو ايش موجود. قطع التطوير. بدنا اياه قطع التطوير بس خلص معي التوكنات ما شاء الله. الجيم بعنوان الجيم اليوم راح يكون بعنوان البحث عن الام 60 بس على الله نلاقيها. اوكي المنطقه هاي بلش كلها الزون. وين راحت الدراجه؟ يا الله يا ربي معاناتي انا بس بالتدوير. طيب ما انه هاي المنطقه راح كلها الزون. خلينا ندور هيك على السريع هيك بحث سريع. هاي المنطقه البرزاي ابي دائما فيها لود. اذا ما فيها ام 60 وين راح الاقي؟ طيب خلينا نشوف ندور هيك على السريع. يلا 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 متاكد لازم نلاقيه هون لازم يكون موجود هون ولا هون. اوكي المنطقه ملوته بالاصل. لا مو الاساسا ما حد بيشيل ام 60 نادر ما حد يلعب فيه. ما اقول في حد شايله يعني. اوكي والله شكله مو موجود هون. شو هم حذفينه من اللعبه ولا ايش؟ عارفين اني بدي اعمل عنه فيديو فحذفوه من اللعبه يعني مش فاهم انا. يلا ليتس جو. لا 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 لف يمين بدي اروح هناك. طيب طب لحظة شو انا معي مفتاح خزنة ترى احتمال صح احتمال الاقيه بالخزنة. ثواني خلني ادور خلني اجي اشتري مفتاح خلني اشتري مفتاح خزنة بس مشكلة معيش توكنات طيرتهم كلهم. سايلنسر ليتس جو. طيب حلو هاي في عنا هون توكنات. وين هون؟ اوكي في عنا هون اشياء. ليتس جو مفتاح لقيت مفتاح خزنة. حلو ما في داعي اضيع التوكنات المية على مفتاح خزنة اساسا. ما معي اللي يشتروا هو ما معي توكنات يشتروا طلق يا زلمة لاشتري مفتاح خزنة. طيب حلو هاي 500 توكن حلو نايس. الحلو بالموضوع انه اذا كان موجود بالخزنه راح نلاقيه مطور ماكس. الله هذا الاشي كثير راح يساعد. الله الخزنه ليتس جو. طيب اوكي يلا افتح الخزنه. يلا يا رب يكون موجود جوا. يا رب جوا. اوكي لا اوكي هون الاسلحه. لا مش موجودون. يا رب لا مو موجود والله حرام. طب يعني في بلازما مطور ماكس انا شو بدي فيه؟ انا هذا الاسلحة ايش بدي فيه مثلا؟ لا لحظه شوي ايش هذا؟ طلع في توكن هون ايش هذا بيسوي التوكن؟ اوكي يلا على كل حال اعطوني M4 يلا اسلك حالي فيه. معقول انا مش ذاكر والله صراحه اذا شلت قطع تطوير. لا والله حتى ما اعطوني قطع تطوير. لحظه شوي معقول يكون في الماكينه تبعت الدروب. يلا يا رب يلا ما اساس 1800 توكن فحلو بقدر اشتري بدي اياه. M40 M4 M60 لا فيشي بس يلا مش مشكله اشتري. اول شيء اشتري خزنه. ثاني شيء اشتري هاب. ثالث شيء لا معيش مصاري اشتري دراجون هوب والله حرام ضيعت المصاري كلها. يلا اوكي مش مشكله يلا على الخزنه اللي بعدها. يوم انا مش قايم الا وانا شاير ال لحظه شوي شفت واحد هون وين؟ ايوه اوكي ليتس جو فنسلا نسات واحد ثاني. اوكي بسرعه افتح بسرعه يا رام 60 بالله عليك لا بشون يا رب يا رام 60 بالله عليك لا ولا هون. طب والله حرام طيب وين لازم الاقيه؟ اوكي واحد بتخلي من هناك. لا اوكي ليتس جو هيد ليتس جو ابلع. اوكي طيب خليني بدي اروح على هات. اساسا لا انا اساسا رحت عليها. طب وين بدي ام بي فوق بالله عليكم؟ بدي ام 60 بدي اعرف اصور الفيديو يا اخوان كارينا بالله عليكي اظبطوش زي هيك يعني كيف بدي اعمل فيديو على ام 60 بدون ما يكون في ام 60 ما شاء الله. طيب خليني اطلع على هذا الصندوق فوق في صندوق باكج. يلا وحلو معي 1900 توكن في واحد بتوخ علي هون. ايش يا حبيبي بعد ابعد عن الطريق والله ما هو وقتك خليه بس يجي بس حلو اوكي هيونا لا هذا اساسا بوت اوكي طيب اللي بعده يلا الله الناس بتطقطق حوالي ما شاء الله وانا ولا همني ولا عبالي. يلا ام 60 الله اكبر 1700 لفه بتروح على الفاضي بدون ما الاقي ام 60 الله اكبر ايش فيه؟ هذا السلاح شكله عن جد مختفي. اوكي اخيرا ام 60 ليتس جو اخيرا طلع الناس كثرت اللي لقيت الام 60. طيب خلينا نطور ماكس. او ماي جاد طورت ماكس. ايش كل هذول او ماي جاد الاول. طيب في واحد جاي علي هنا ايوه ثاني ليتس جو. طيب ايوه في كمان واحد هناك. اوكي او ماي جاد ايمو يا رب الايم. طيب الناس كانوا قاعدين الحرب اللي كانت هون وين راحت؟ اوكي هذا جاي علي يقول لي مشان الله فنشني يكفينا عذاب. طيب في واحد هناك.
اوكي اوكي في واحد عندي هون. تعال تعال تعال. لا اوكي. او ماي جاد او ماي جاد ليتس جو. او ماي جاد الايم رامبيج. وان عاد طلع مستخبيصه طلع عن جد الايم وهيك قوي قوي زيك بالجيم عن جد. تعال 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 ترى في واحد هون. لا انا هلا وانا مليون واحد عندي هون. او ماي جاد. اوكي لا اوكي طيب اوكي اوكي لا او ماي جاد يلا موت بسرعه. اوكي اوكي انا ما راح يقتلني الزون انا زي هيك هذا كلام راح يقتلني الزون. طيب ماشي اوكي 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 لا 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 اوكي اوكي في واحد انا ليتس جو. في واحد اللي تحت اللي تحت وين اختفى؟ تحت وين؟ اوكي في واحد عندي في واحد قدام شكله هو اللي كان بشوك قاعد طخ عليه. اوكي ايوه ايوه او ماي جاد. اوكي اوه شكله ظل اسف لا اوه ده فيش معي طلق فيش معي طلق فيش معي طلق يا اخوان في حرب طاحنه هناك في حرب طاحنه. ثواني خليني اشيلها. اوكي 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 ليتس جو يا اخوان سيبكم من الحرب اللي قاعد تصير هناك طلع على ايمو ايمو مش طبيعي. اوكي ليتس جو اوكي اوكي طلع حتى عن بعيد حتى عن بعيدين طلع بجيب الدات بسهوله. اوكي اوكي ليتس جو بس مش كده اوه معيش طلق خلص طلق عليهم ايش في يلا يلا بدي بنطلق على السريع على السريع على السريع هذول تركتهم زيك بقتلوا بعض. اوكي الله اكبر اوكي اوكي في واحد عندي هون. اوكي اوكي ليتس جو اوكي اوكي لا 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 او ماي جاد او ماي جاد انا نسيت ان البوتات ايمهم ما شاء الله. اوكي وطبعا ايم قوي لا 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 حرام حرام الله يلعن الله يلعن البوتات الله يلعن اخت البوتات يلا ما شاء الله رانكد وينزل لي بوتات انا مش عارف كيف قارينا بزبط معها هيك اشياء. اوكي بس اخوان الاهم من هذا الجيم اخوان شفتوا الام 60 كيف ايمو صار صراحه انا مش عارف اذا قارينا عن جد هم مخليين ايمو لهالدرجه قوي لما يصير ليفل 3 بس بصراحه اتوقع انهم خرب اتوقع انها انه السلاح معطوب وان الشركه مش منتبه على هذا الاشي لانه بصراحه لو شو ما كان الظرف شو ما كان السبب حسب خبرتي في الالعاب مستحيل لعبه تحط سلاح زيرو ريكويل ما بيضيع ولا طلقه ما اتوقع انه هذا الشيء مستحيل فيب او ما بعرف يمكن هم شايفين انه صعب انك تلاقي سلاح ام 60 وتطور ليفل 3 كمان ما بعرف او يمكن هاي عباره عن خطوه عشان الشركه تخلي الناس او تحفزهم يلعبوا بالسلاح هذا اكثر لانه تعرفوا هو احد الاسلحه المكروهه وانا اولهم. اوكي يا شباب هيك بكون وصلنا لنهايه الفيديو اذا عجبك الفيديو لا تنسى تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتعمل لايك للفيديو وطبعا اذا ما حضرتوا الجيم الخرافي اللي نزلته على جيم دافينشي اضغط على هذا الفيديو واحضروا كامل بلاش يروح عليك نص عمرك وبالنهايه كان معكم دراجونوف ودمتم في رعايه الله.